بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شرح النهاردة من فيكراس هو إزاي تسطب ويندوز 7 على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. طبعا زي ما شرحنا على ويندوز اكس بي، احنا بنشرح على فيرتشوال ماشين. انت كل اللي بتعمله بتحمل ويندوز من على النت وتحرقه على اسطوانة، او بتجيب اسطوانة من عند اي محل الكمبيوترات، او بتجيب اسطوانة من عند أي حد من أصحابك أو فلاشة وبتبدأ التسطيب. بتركب الاسطوانة طبعا في الجهاز، وبعد كده بتضغط على الزرار بتاع البوت منيو، وبعد كده بتختار الفلاشة أو الاسطوانة على حسب ما انت حاطط، وبعد كده بتبدأ التسطيب زي ما احنا هنبدأ دلوقتي حالا. تمام، على بركة الله. باور اون. بعد ما تخلص خطوة البوت بيفتح معاك كده بالظبط، ننتظر ثواني. ننتظر بعد كده بيفتح معاك شاشة زي دي، تختار اللغة اللي انت عايزها، تختار مثلا انجليش او العربية. اختار انجليش مثلا، تختار من هنا اللغة الخاصة بيك، عربك ايجيبت وليكن بالنسبة للناس اللي في مصر، وبتختار هنا اللغة يو اس زي ما هي. تمام، بعد كده بتعمل نيكست، وبعد كده بتعمل انستول ناو، وبننتظر. ننتظر وبعدين على حسب النسخة اللي موجودة معاك، النسخة دي في قلبها كام إصدار. ممكن طبعا الخطوة دي ممكن ما تلاقيهاش، طبعا أنا هحط النسخة دي في لينك بإذن الله. وبتختار، لأن في قلبها نسخ كتير، نسخة فوق الممتازة شركة كنانة. تختار طبعا الإصدار، نوع الويندوز اللي انت عايزه، ألتيميت، بروفيشنال، هوم بريميوم، هوم بيزك. تختار 64 او 86، هنختار مثلا ألتيميت 86. وبعد كده تضغط على اي اكسبت، وبعدين نيكست، وبعدين كوستوم، وبيظهر لك هنا الهارد. لو انت اول مرة بيظهر لك الهارد كده، لو انت مسطب قبل كده بيظهر لك الهارد زي ما احنا هنخلص. الخطوة دي للأول مرة يسطب على جهاز الكمبيوتر ولسه معاه الهارد جديد. هتعمل ديفايس درايفر اوبشن او درايف اوبشن، وبعدين بتعمل نيو، وبتحدد حجم البارتيشن السي، وليكن هنحدد حجم بارتيشن السي 20، خليه 2، نخليه 20,000، صفر صفر صفر. بعدين هتقول له ابلاي اوكي وبتنتظر. بعد كده بيفتح لك ده بارتيشن هو بيعمله عشان يحط عليه ملفات السيستم اللي هيبدأ عليها. نعمل نيو للبارتيشن التاني، وبعدين ابلاي وبننتظر. بعد كده بنعمل فورمات للبارتيشن التاني، وبنعمل فورمات للبارتيشن احنا عملنا الاول. ولو انت بتسطب ويندوز على جهاز كان عليه ويندوز قبل كده، بتعمل فورمات للبارتيشن ده برضو معاك، وبعدين بتختار البارتيشن التاني اللي بعد السيستم اللي هو حجمه 100 ميجا. طبعا ما ينفعش تسطب ويندوز على 100 ميجا. وبعد كده بتعمل نيكست وبتنتظر. طبعا الخطوة دي بتاخد وقت شوية، فاحنا هنوقف التسجيل. لما تخلص او يحصل اي جديد هنبقى نعرضه على حضراتكم. ورجعنا تاني، هو طبعا الوقت وصل 56%، 57. بننتظر لما التحميل ده بيخلص، وبعد كده بيبدأ بيرستر الجهاز تاني بعد ما التحميل، ويبدأ يخلص الخطوات ديتي. وان شاء الله لما
يكون في جديد او اي حاجه بتطلبها منك الويندوز، وهو ما عادش هيطلب حاجه بعد كده في الخطوات ديتي، لان الويندوز 7 تسطيبه اسهل بكتير من الويندوز اكس بي. لو لحد ما الويندوز ان شاء الله يعمل ريستارت هنرجع لكم تاني، هنوقف الفيديو تاني ونرجع لكم لما يحصل في اي حاجه هيطلبها. ورجعنا لكم تاني، هو طبعا خلص التحميل وبعمل دلوقتي ريستارت. تمام، بعمل ريستارت معانا وبعد كده بيبدأ يحمل تاني الويندوز، وطبعا زي ما قلنا كده ما عادش هيطلب منك اي خطوات تانية. بتنتظر هنا بيعمل شوية حاجات كده وبننتظر لما بيخلص. وبعدين بتكتب الاسم اللي حضرتك عايزه، يظهر اسم الجهاز وليكن نخليه القدس. وبعدين الباسورد، لو انت عايز تعمل باسورد لليوزر بتاعك او لو مش عايز هتضغط نيكست. تمام، تختار هنا اسك مي ليتر، وبعدين بتحدد الوقت الزمن المكان الزمني بتاع حضرتك. انا في مصر هختار كايرو، وبتختار بتظبط التاريخ والساعة، وبعدين تعمل نيكست وبتنتظر. هنا ويلكم بريبيرنج يور ديسكتوب، كده هيفتح على الديسكتوب الخاص بجهاز الكمبيوتر. طبعا بعد ما تخلص تسطيب الويندوز بيبقى جهاز الكمبيوتر الخاص بيك محتاج لتعريفات عشان تنزلها على جهاز الكمبيوتر، وبيبقى محتاج طبعا بتبقى محتاج لبرامج. احنا رفعنا قبل كده على القناة بتاعتنا والصفحة الخاصة على الفيسبوك، صفحة فيكراس، رفعنا عليها موقع جميل جدا بتحمل عليه البرامج بتاعتك، وهنشرح برنامج ان شاء الله كويس جدا وجميل جدا، عبارة عن 2 ميجا بيبدأ يحمل تعريفاتك من على النت، بس لازم يكون كارت النت متعرف. هنا بعد ما بيفتح الويندوز تنتظر هيعمل ريستارت. اول مرة لازم يعمل ريستارت لانه لسه مخلص تعريفاته بشكل كامل. ننتظر لما يفتح. طبعا كده رجع تاني معانا نبذة بسيطة كده عن الويندوز. طبعا عشان تظهر الماي كمبيوتر ماي نتورك بليسز والكنترول بانل اللي انت عايز تظهرها، بتعمل كليك يمين وبعدين الخيار الاخراني بيرسونالايز اللي هو كان في الاكس بي بروبرتيز، تقدر من هنا تختار الخلفية الخاصة بيك او تختار خلفية خاصة تانية من صورة تانية موجودة، او بتفتح الصورة على طول وبتعمل كليك يمين وسيت از باك جراوند، تضغط على تشانج ديسكتوب ايكون وبتعلم على ماي كمبيوتر وماي نتورك، ولو عايز اليوزر فايل وعايز الكنترول بانل ريسايكل بن اللي انت عايزه تعلم عليه، وبعدين بتضغط اوكي وبتطلع من هنا تاني كده. يبقى فتح معاك الكمبيوتر، عندك هنا 2 بارتيشن موجودين على الكمبيوتر. تمام كده يبقى انت هنا ان شاء الله من شرح ازاي تسطب ويندوز 7، وهنشرح ازاي تسطب تعريفاتك التعريفات الخاصة بجهازك، وممكن برضو انت تكون جاهز تعريفاتك وتسطبها زي اي برنامج، هنشرحه برضو معانا ان شاء الله في قناة فيكراس. ويا رب نكون فدنا حضراتكم بحاجة، وان شاء الله مستمرين دايما في اننا نخليك تعمل كل حاجة لنفسك بنفسك لانك
في كراس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.